بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله صباحكم بكل خير وبركة ومحبة وسلام. حياكم الله في لقاء جديد من لقاءات برنامج تمكين، وضمن مبادرة إثراء تحديدا. هذه المبادرة اللي تعمل ضمن مجموعة من المبادرات تحت مظلة المشروع الأضخم اللي هو برنامج تمكين، واللي أطلق معالي رئيس الهيئة الملكية لجبيلين ينبع مشكورا لتحسين بيئة العمل ولخلق جو جميل يحفز الزملاء والزميلات في الهيئة الملكية على التطور وعلى التقدم وعلى بحث مناطق التطور التي يمكن للشخص أن يطور فيها من ذاته. في لقاءات سابقة تكلمنا عن أشياء كثيرة، مواضيع كثيرة. تكلمنا عن الوعي المالي وفن الادخار، تكلمنا عن مواضيع كثيرة من ضمنها صناعة المحتوى الإعلامي وغيره. اليوم صراحة موضوع مهم جدا، أنا شخصيا أحتاج هذا الموضوع، وحاولت أني أستفيد من الدكتورة قبل شوي وأنا جالس أسولف معها، بس للأسف متحفظة على المعلومات تقول اسمع مع زملائك. فالموضوع اليوم يتكلم عن العافية النفسية، هذا الموضوع الخفي اللي داخل كل واحد منا، وأحيانا يتمادى الشخص ويتجاهل، وأحيانا ما يعرف هذا العرض اللي يجيه حتى يوصل إلى مرحلة متقدمة ويكتشف أنه دخل في أزمة نفسية لا سمح الله، يعني كان بإمكانه يكتشفها من البداية. جزء من حياتنا، يعني بنسبة كبيرة من عمر الإنسان يقضيها في العمل، يمكن يقضيها أكثر من مع أسرته. فإذا خرج من العمل استمر يتذكر العمل ويفكر في العمل. اليوم راح نتعرف على بعض المعلومات اللي تخص العافية النفسية في بيئة العمل. موضوع جميل جدا صراحة، ونشكر زملائنا في مبادرة إثراء على هذا الاختيار الموفق. طبعا وانا جالس احضر للموضوع طحت على دراسه تتكلم عن حاله العافيه النفسيه في مكان العمل في المملكه العربيه السعوديه عام 2022. انصدمت من الارقام اللي تقول انه 52% يعانون من الموظفين يعانون من الاحتراق الوظيفي على مستوى السعوديه، و46% يعانون من القلق، 38% يعانون من الضغط العصبي، 28% يعانون من الاكتئاب، 24% يعانون من مشاكل في العلاقات، 19% يعانون من الشعور بالوحدة. طبعا في مواضيع كثيرة وفي عناصر أخرى، لكن هذا أهمها وأبرزها. اسمحوا لي أرحب اليوم بالدكتورة لمى الناصر، معالج نفسي كلينيكي، بكالوريوس علم النفس الكلينيكي من جامعة الأميرة نورة في برنامج جامعة أراسموس الهولندية، دبلوم عالي في فنيات اليقظة الذهنية للتغلب على التوتر والقلق، مؤسس مبادرة نحلم التطوعية. راح نتكلم اليوم يا دكتورة عن تحقيق الوعي الذاتي وأثره على التوازن النفسي، وبنتكلم عن الاحتراق الوظيفي. هذا الموضوع اللي كثير قاعد أسمع منه ويسمعون زملائي وزميلاتي عن هذا الموضوع، وكثير من يذكر له أسباب وأعراض وغيرها. نبغى نكتشف وش الاحتراق الوظيفي وكيف نقضي عليه. المرونة النفسية من المقصود بهذا المصطلح، ممارسات صحية تساعدني على تحسين المرونة النفسية عندي، المساحة الآمنة لتقديم الدعم وتعزيز العافية النفسية في بيئة العمل، ويا ليت تعرجين على موضوع اليوغا وعن هذه المواضيع اللي ممكن يسويها الإنسان وهو داخل بيئة العمل بحيث يحافظ على توازنه العقلي والنفسي. أرحب بزملائنا وزميلاتنا اللي موجودين معي في المسرح، وزملائنا وزميلاتنا اللي موجودين في باقي المدن، الجبيل وينبع وراس الخير وجيزان، واهلا وسهلا، ونتمنى لكم ان شاء الله اسبوعها جميله. المايك لك، تفضلي. طبعا قبل ما تبدين الدكتوره بعد اذنك، زملائي في مبادره اثراء يرصدون الاسئله والمداخلات عن طريق الكيو ار كود او عن طريق الشات، وان شاء الله نجمعها ونسال الدكتوره في اخر اللقاء. تفضلي يا دكتوره، المساحه لك. السلام عليكم. الصوت واضح إن شاء الله؟ المايك؟ أوكي.
طيب طبعا الموضوع العنوان واضح، العافية النفسية في بيئة العمل. أوكي، طبعا لما نتكلم عن العافية النفسية كان في زي خلينا نقول هل هي عافية نفسية، هل هي صحة نفسية، إيش هي؟ فخلينا نتكلم. طبعا أنا كتبت عبارة بالإنجليش، طيب ترجمتها إنه إذا مو أنت، أو ممكن السبب هو أنت، أو ممكن هو السبب احتراق وظيفي. طيب صباح الخير، اخترت هذا العنوان اوكي علشان اول حاجه الان مع عصر السرعه اوكي اصبح كل حاجه سريعه، اصبح حتى احنا الوتيره حقتنا جدا سريعه، فبالتالي الشغل يصير اكثر، وانا اعتقد انه هذا هو الطبيعي الان. فبالتالي في عام 2023 صار طبيعي الشخص بكل ثقه يقول نعم انا اطلع من دوامي الساعه 9 بالليل وارجع انام واكمل اعيد من بكره نفس الروتين. فبالتالي خلينا نفهم شوي ونتطرق الى هذا الموضوع، وايش هذا الشخص او كيف قاعد يعاني بدون ما يحس. الصوت واضح ولا لا؟ كانه في اوكي. طيب اهداف لقائنا اليوم راح نتعلم عن تحقيق الوعي الذاتي. مين انا كشخص؟ ليش اجلد نفسي احيانا؟ وكيف نصل إلى تفكير متوازن، عقل هادي؟ هنتعلم أكيد عن الاحتراق الوظيفي، التنمر في بيئة العمل، والمرونة النفسية، ممارسات صحية لتعزيز نفسية الموظف أكيد، ومتى تكون الاستشارة ضرورية أني أروح عند مختص. وأكيد هنتكلم عن أفكار مساحة آمنة لتعزيز المرونة النفسية في بيئة العمل. وأخيرا كلمة للمدراء، كم مدير عندنا اليوم؟ المدير يرفع يده. أوكي، ففي كلام لكم بيني وبينكم قدام الجميع، نقول نهاية المحاضرة. طيب مين أنا؟ أنا اسمي لمى الناصر، أنا معالجة نفسية، أسكن في الرياض وأعمل في الرياض في عيادة أو خلينا نقول مجمع وعي الطبي. أنا مهتمة كثير في نشر صوت مش واضح. كان في أقول أحد مايك؟ أبعد المايك، أوكي، كذا كويس. تسمعون نفسي يعني، بس إن شاء الله يعني هذا من القرب، أوكي، لأنه أنا اليوم هنا موجودة علشان أقول لكم إن أنا أفهمكم. أنا هنا علشانكم. أبغى أبدأ اللقاء اليوم بمقولة إنه ترجمتها تقول إحنا بحاجة للقيام بعمل أفضل عشان نحط نفسنا في أعلى القائمة الخاصة فينا. طيب فهذه المقولة يعني ودي إنه نحفظ فيها ونفكر، هل إحنا دائما نحط نفسنا أولوية في المهام حقنا ولا لا؟ أول جزء من المحاضرة أوكي هو تحقيق الوعي الذاتي وأثره على التوازن النفسي. طيب وعي الذاتي، إحنا قاعدين نقول هذا المصطلح شوي معقد، ما هو واضح. طيب خلينا نشوف أول شيء. أنا أبغى أبدأ بسؤال، أبغى الكل أوكي يقول لي مقياس مدى رضاك عن جودة حياتك اليوم. أنا أبغى أسمع الجواب، أنا ممكن أختار مقياس مدى رضاك، يعني لو قلنا 0 من 100 عن جودة حياتك، جودة أوكي. الحياة هي خلينا نتخيلها عجلة، طيب مقسمة، نقول العمل، العائلة، الجانب الروحاني، الجانب الترفيهي، شاملة كل حياتك. ممكن أنت مثلا في عجلتك ما في إلا 8 شرائح، غيرك فيها 3 شرائح، فهذه جودة العجلة هذه كم نقيمها من 100؟ تقييمك لنفسك لذاتك 60. أوكي أبغى أسمع أرقام البنات هناك. أوكي 95، ما شاء الله، نطمح إنك نوصل ل 95. طيب أوكي هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل تشوفون أو هل تشوف نفسك إنه أنت شخص مرن ومتوازن؟ هذه يعني إيه أو لا؟ إيه؟ لا؟ أوكي هنا إيش؟ أوكي ممتاز. مقياس ثقتك، لأنه في ناس ما جاوبت، فهل مقياس ثقة بمعرفة نفسك
إذا بنقول من 0 ل 100، هل إحنا اليوم واثقين إنه أنا والله أعرف نفسي 100%، ولا نص، 50%، 20، 10، 30؟ أوكي. نعم، كلام جدا جميل. وفي كلمة، مصطلح قلته أستاذ أحمد، اللي هو مقارنة. أنا فعلا لما أغمض عيني وأشوف بس حياتي رقم مختلف، بس لما أقول هذا الرقم مقارنة باللي حولي يتغير الرقم أكيد. طيب، الوعي الذاتي، أنا أبغى اليوم، أوكي، الحين إنه نعرف أنفسنا. الحين إحنا قلنا 50، 60، 30، أوكي. طيب، الوعي الذاتي ايش يعني وعي ذاتي؟ طيب، وهي مقسمه الى قسمين. وعي ذاتي انه افهم نفسي، انا مدرك بالجوانب النفسيه، نقاط ضعفي، نقاط قوتي، وايضا اني اكون واعي ايش التقصير اللي حاصل مني، هل هو مناسب لمجتمعي اذا بنقول على المقارنه، هل هو مناسب للقيم والمبادئ المتواجده. فالوعي الذاتي العام، اوكي، لما يكون الشخص مدرك هو ايش بالنسبه للاشخاص الاخرين حوله، كيف الناس اللي حولي يشوفوني، فهذا اسمه وعي ذاتي عام. مثلا انا يعني اظهر للناس، اوكي، انه انا انسان واثق من نفسي، اعرف ايش، كيف اتكلم، اعرف ايش اقول، دبلوماسي مثلا، اوكي. هذا الوعي الذاتي العام امام الاشخاص الاخرين. بس لما نقول طيب وعي ذاتي خاص، هو لما احنا نلاحظ، اوكي، نقاط الضعف، نقاط القوة، بس بينك وبين نفسك، حتى جسديا خارجيا، انه مثلا لما تشوف المرايه، ناظر، اوكي، طلعت لي شيء، مدري ايش، اوكي، انا زايد، ناقص، ايا كان. اشعر كمان بايش جسمي، ايش قاعد يصير بجسمي، فجاه توترت مثلا. طيب، انه انا واعي انه قلبي قاعد يدق، انا واعي انه مثلا قاعد ارجف. هذا الوعي الذاتي الخاص. طيب، ايش الفائده، ليش مهم انه الواحد يكون عنده وعي ذاتي عام وخاص؟ اوكي، اول حاجه علشان احنا نكون قادرين نكون صانعين قرار. لما انت تكون واعي، عارف ايش الاشياء، النواقص اللي فيك، فبالتالي حتشتغل عليها، اذا صانع قرار. الشيء الثاني، ثقه بالنفس. انا اعرف انا مين، اعرف نفسي، فثقه بالنفس بالتالي راح تسهل علي مهارات التواصل الاجتماعي. اقدر افهم الاشياء من وجهات نظر مختلفه، أتحرر من الافتراضات والفرضيات المتواجدة حولي. الشيء الثاني، أقدر أنظم عواطفي، أوكي، بحيث إنه أعرف أنا متى أكون غضبان، أعرف متى أكون مثلاً متحمس، سعيد، والسعادة هذه خلوها على جنب شوية بنتكلم عنها. فبالتالي حتكون قادر إنك تقلل التوتر، فبالتالي يعني أعتقد كل هذا راح تكون أنت أكثر رضا عن نفسك، فالمقياس حقك يكون أعلى. الحين احنا قلنا وعي ذاتي ونقاط ضعف ان احنا نكون واعيين فيها، فبالتالي الشخص لما يركز على نقاط ضعفه، في عندنا وارد كثير انه يجلد ذاته، جلد الذات، هذه دائما مصطلح نسمعه، جلد الذات. ايش يعني جلد الذات؟ يعني الوم نفسي دائما، احاسب نفسي على كل صغيره وكبيره، ليش سويت كذا؟ المفروض اني ما سويت كذا، هالمفروض، هذه يعني ندم، انا ندمت اني سويت، ندمت اني قلت لهذا الشيء، اتهم نفسي، اوكي، بالتقصير، لا انا ما عندي الجانب المعين هذا. يعني باختصار انه هو امر سلبي بحت، ويفسد جودة حياتك. ليش؟ لانه اكثر انسان له تأثير عليك هو نفسك، فبالتالي لما انت تجلد ذاتك فالتأثير اكبر من، خلينا نقول مثلا صديقي عاتب يقول لك يا فلان ليش سويت كذا، مرة اكبر. طيب، طبعا جلد الذات هذه صفة يعني نمط، خلينا نقول، اوكي، مش مرض نفسي. يعني واحد دائما يجلد ذاته ما هو مريض نفسية المصطلح هذا، فبالتالي ممكن يكون جزء من الاكتئاب، جلد الذات الكثير، المعاتبة الكثيرة، ألوم نفسي، إذا بالتالي معرض أنا إنه أصاب باضطراب الاكتئاب. أسبابه ليش؟ من الأساس الشخص الثقة بالنفس عنده منخفضة، فبالتالي السعادة منخفضة أيضا، شعوره بالرضا منخفض. طيب،
مقارنة. في حاجة ثانية اسمها تأنيب الذات. تأنيب الذات هذا أمر إيجابي. ليش؟ مو إحنا قلنا حلو الواحد الشخص إنه يراجع نفسه ويعرف نقاط قوته، عفوا ضعفه، ويقويها. طيب أنا هنا قاعدة أأنب ذاتي، بدل ما أقول لنفسي أنا ليش سويت كذا، أستبدلها بإنه أوكي أنا سويت الأمر الفلاني وهذا غلط، فبالتالي راح أحسن. كيف أحسنها؟ هذه تأنيب الذات. مهم جدا إن نكون نراجع نفسنا دائما، شخصيتنا، إيش الأخطاء، كيف نصححها، عشان أيضا نتفادى وقوعها في المستقبل. طيب شلون نتخلص من جلد الذات؟ والله إذا كان مرة شديد، إذا لازم نتراجع مختص. إذا كان مرة شديد أجلد ذاتي على أبسط الأشياء، مثلا حتى لو قلنا في بيئة العمل، دوري في العائلة، حتى لما أتعامل مع مثلا وأنا طالع طلعة اجتماعية، المعاملة أجلد ذاتي، لا ليش قلت كذا، ليش قلت له كذا، ليش قلت له اكسكيوز مي مو لو سمحت مثلا يعني. طيب فبالتالي إنه إحنا نبغى نصل، أوكي إذا وقفنا إحنا جلد الذات إذا حنكون أكثر منطقية، نحلل الأمور بأكثر منطقية. ف جلد الذات دائما، ممكن جلد الذات، تأنيب الذات يكون عند الأشخاص اللي عندهم صفة المثالية. طيب صفة المثالية إنه أنا أبغى أكون أفضل شيء 100% في كل حاجة، في العجلة هذه اللي إحنا قلنا أوريدي هي فيها كذا شريحة، وأبغى أكون مثالي، أبغى أكون كلها جودتي 100%، راضي 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 راضي، كثير كثير مرة كثير. طيب متلازمة المحتال، هذا مصطلح جديد، في أحد سمع عن هذا المصطلح قبل؟ متلازمة المحتال؟ أبداً، أوكي. متلازمة المحتال، أوكي. هي بالإنجلش imposter syndrome، متلازمة، يعني هل هو مرض نفسي؟ لا، إنما هي صفة، نمط، خلينا نقول. متلازمة المحتال هي إنه الشخص، أوكي، منجز، ناجح، مبدع في شغله. كل أحد عارف حوله إنه هذا الشخص كثير ممتاز في عمله، ينجز، قلنا ياخذ شهادات، ترقيات، لكن لما نجي نشوف نفسية هذا الشخص هو مو مصدق، هو ما يشوف نفسه إنه هو والله مبدع، إنه هو منجز، إنه هو مثلا عنده هذه نقاط القوة كلها اللي الناس يشوفونها. طيب ليش اسمها محتال؟ لأنه الشخص يشعر إنه هو يكذب على الأشخاص الآخرين اللي حوله. أنا قاعد أظهر إني أنا مرة كويس، قاعد أظهر إنه أنا قاعد أنجح، مع إنه في أدلة واضحة، ترقية وماشي أموره تمام. لذلك هذا نمط نفسي، أوكي. نمط نفسي يعني خلينا نقول إنه تستمر لفترة معينة إلى ما يكون واعي فيها، ممكن تتغير. هل هذه نادرة؟ أبدا مو نادرة، أكثر من 70% يمرون في هذه المتلازمة مرة واحدة في حياتهم، الأغلبها الجانب الوظيفي. إنه نعم أنا ما أحس إنه سويت كويس، أوكي أعطوني شهادة، طيب عادي عادي، سويت اللي علي، سويت شغلي أنا بس، مع إنه شغله اللي سواه مبدع. طيب فزي ما قلنا فيها لها أنماط، هي 5 أنماط. طيب يعني شلون شكل المحتال؟ احنا نبغى نعرف مين اللي مثلا انا زميلي في نفس القسم، هل هو عنده هذه المتلازمه ولا؟ اول شيء انا كل ما امدحه يقول لي لا 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 عادي، انا سويت اللي علي، او لا لا لا، او انه دائما لما نمدحه عادي، ما في رده فعل مناسبه. فبالتالي لها انواع، في الشخص الكمالي انه يظهر للناس انه هو كمالي. طيب في العبقري انه انا اللي اجيبها وهي طايره، انا اللي افهم. في الخبير، أنا خبير في هذا المجال وهالأمور كلها. في المنفرد، أوكي يعني المنفرد بذاته. طيب وفي البطل الخارق، أي شيء أنا أقدر أسويه، الرجل ولا أو المرأة الخارقة، أي شيء أنا أقدر أسويه. لكن لما نيجي نسأل هل أنت فعلا بطل خارق، هل أنت فعلا كمالي، عبقري إلى آخره، لا. أنا أشوف إنها ضربة حظ. فبالتالي هنا جملة إن هو يسند النجاح بالحظ، من حظي، مدير يحبني، ترقية، أوكي جاني شكر، جاني كذا، لأنه ما أشعر أنه أنا أستحق كل هذه، خلينا نقول التقدير، لأنه لا. هذه متلازمة المحتال، كثير خلينا نقول مصطلح جديد لسه قاعد ينتشر، هو موجود من زمان لكن لسه قاعد ينتشر عندنا في البيئة هنا، أنا قاعدين نزيد الوعي فيها. طيب العلامات الحين، انا كشخص اخر مش انا المصاب بمتلازمة المحتال، ايش اشوف؟ اشوف هذا الشخص دائما قلق،
متوتر. يتوتر أكثر لما يجي وقت التقييم، إنه طيب يا فلان أنت والله تقييمك ممتاز. يتوتر في التقييم، مع إنه هو أخذ هذا وأخذ اللي يعني مناسب لإنجازاته، لكن هو يتوتر، يشعر بالندم على الأخطاء الصغيرة، يعني فوق إنه هو عنده هذه المتلازمة، كمان أيضا يلوم ذاته كثير، يشعر إنه هو ما يقدر ينجح، عدم الثقة إنه هو عنده قدرة في النجاح، وأخيرا يشعر بالذنب لما يتلقى الإشادة والتقدير، لما حد يمدحه يندم، يعني يحس بالذنب شوية إنه لا أنا ما أستحق هذا الشيء. كيف نتخلص من متلازمة المحتال؟ قبل ما نتكلم عن كيف نتخلص، هل في أحد، وأنا ما أبغى أشوف أيادي لأنه ممكن محرجة شوية، بس سووا لي كذا طيب، يشعر إنه ممكن في بعض هذه العلامات هذه فيه؟ أوكي، طيب كيف نتخلص منها؟ نتخلص منها أول شيء نعترف بالمشاعر ونتقبلها. مشاعري أنا متوتر، أسأل نفسي ليش؟ ليش أنا متوتر؟ عشان الترقية الفلانية، طيب وإذا الترقية الفلانية أنا متوتر علشان أنا أستحقها ولا لا؟ خليني أتقبلها، أخذها، أكون دائرة دعم، هذه مرة مهمة. الآن في الأقسام عندك زميلك اللي جنبك كذا، إذا كونت دائرة دعم نفسك معاك في القسم، هم عارفينك، عارفين شغلك، عارفين أنت فعلا تستحق، فبالتالي لما أنت تجيك الشك هذا إنه لا أنا ما أستحق، ممكن زميلك يدعمك انه لا يا فلان انت ترى سويت، تتذكر المشروع الفلاني سويته كذا، انت مثلا احنا نشيد فيك، انت المثل الاعلى مثلا. طيب والاهم من ذلك كمان الشخص يتجنب المقارنه بالاشخاص الاخرين، احنا قلنا دائما الرقم يتغير لما يقارن نفسه، دائما يقل. انا لما اشوف نفسي بنظارتي لنفسي اسوي زوم اعلى مستوى الرضا والتقييم حقي دائما اعلى، لكن لما تجي على المقارنه هي تقل، انا اشعر ان الناس دائما افضل مني، وبالتالي الشخص يكون شاك. وطبعا اذا كل هذه موجوده واستمرت نلجأ المختص ايضا. طيب في حاجه اسمها تاثير دانينج كروجر، طيب هذا التاثير اوكي باختصاره، يعني لو شفنا طيب كل ما ارتفع اوكي درجه الكفاءه قلت ثقة الشخص بنفسه، بمعنى شخص عنده صفر خبرة أوكي هذا ثقته 100%، ثقته 100% بما يخص العمل، صفر خبرة تو. لو تتذكرون شوي نرجع لكلكم لما كنتوا متدربين متحمسين واثقين إيه هذا الشغل المناسب لي، أنا في المكان الصحيح، كل شيء حماس، كل شيء ابغى، اعطيني اعطيني ثقه مره عاليه 100%، اوكي والخبره صفر. طيب لكن الثقه هذه 100% هذه الثقه مقياس وهمي، اوكي اذا زادت درجه الكفاءه، العلم، الخبره اكثر في مجال العمل، الرقم ينقص، لكن يصير 70%. اذا مستوى الثقه الوهمي اللي كان 100% يصير يعني ثقة حقيقية بنفسه، أوكي؟ وحتى إذا صار إكسبرت مستوى الخبير، إذا أكثر نسبة يصل فيها بالثقة هي 70%. طيب يعني لو إنه مدير ونسبة الثقة 70% وعنده مثلا متلازمة المحتال، هذه كارثة. إذن الحين إحنا خلاص خلصنا الجزء الأول من اللقاء، اللي هو كل واحد يعرف ذاته، يعرف نفسه، نقاط قوته، نقاط ضعفه، هل هو يلوم نفسه أو يعني تأنيب ضمير ولا إيش بالضبط؟ خلاص فهمنا الحين وعرفنا مقياس الثقة والرضا وكذا. في أرقام ممكن تتغيرت الآن، فبالتالي في شيء اسمه احتراق وظيفي. احتراق الوظيفي هو إيش؟ هذا هو الهايلايت حق اللقاء حقنا كل اليوم. طيب أبدأ بمثالين عشان مو أي أحد ضاغط على نفسه نقول هذا محترق وظيفيا. أوكي عندنا سعود ورهف كلهم مدراء مشاريع في نفس القسم. سعود يقول أنا أطلع من دوامي الساعة 7 المساء يوميا وأحيانا 9 لما يكون عندي تسليم مشروع وموعد نهائي. الأوقات هذه بالعادة تكون مرهقة مرة، أحس بالقلق،
اشيل هم اني ما راح اسلم بالوقت ولا اكل زين، بس قهوة قهوة قهوة. هذا الاسبوع يصير الأسوأ. هذا مين؟ هذا سعود. طيب رهف هي ايضا مديرة مشروع تقول انا اطلع من دوامي الساعة 5 مثل الكل، اهتم بالعمل اكثر من اللازم، يستنزف طاقتي، انا مرهقة طوال الوقت، ما اكل طبعا لانه ما عندي وقت، واغلب مهامي ثقيله دقيقه، ولا شيء اسويه بيسوي فرق. كل ما انا قاعد اكرف اكثر ومو قاعد اسوي فرق، كل يوم هو يوم سيء. طيب سعود ولا رهف اللي يعانون من الاحتراق الوظيفي؟ اذا احنا لسه ما تعرفنا على الاحتراق، بس خلينا نقول مين اللي اكثرهم يعاني. سعود رهف، أنا أشعر إنه كلها 50-50% اللي أسمعها سعود ورهف. طيب ودي أحد يقول لي ليش سعود؟ هنا سمعت سعود يطلع 7 المساء. أوكي في أحد ثاني يقول لي ليش سعود؟ هنا في أحد يقول لي ليش سعود؟ اخترت سعود. أوكي رهف، ليش رهف؟ ما في إنجاز. أوكي أيامها. أوكي مستمرة وهمي. أوكي طيب الشخص المحترق وظيفيا هي رهف. ليش؟ مع أنها تطلع تجعد وقت وتطلع الوقت مستمر. سعود يطلع بعد رهف 7-9، هذا بس لما يكون عنده تسليم مشروع. مرونة في العمل والوقت هذا يكون يعني على حسب، خلينا نقول عندنا مشروع أوكي راح يقعد ويعطي كل ما فيه من طاقة، بيتعب هتستنزف طاقته بس مدتها أسبوع أسبوعين 3 أسابيع. رهف كل يوم هي كذا، كل يوم وقاعدة تسوي شغلها، لكن هي تشعر إنه هي مو قاعدة تسوي. يعني فوق إنها محترقة وظيفيا، أيضا في بعض من صور متلازمة المحتال. طيب رهف خلينا نشوف إيش، ليش رهف وصلت إلى هذه المرحلة. طيب رهف وسعود، فرهف هي اليمين، سعود هو اليسار. هذه مقارنة بين ضغط العمل، أوكي في الضغط الطبيعي عادي شغل كثير بس وقت قصير، وفي الضغط اللي يكون زائد كثير، هذا أيضا اسمه ضغط عمل. إحنا قلنا أول شيء مشاركة بكثرة، وبعدين بالمقابل في الاحتراق الوظيفي عدم المشاركة. أنا من كثر ما أنا مضغوط أنا، فأنا أبغى أسوي المهام بسرعة، أروح عند زملائي يلا يلا بسرعة خلينا نسوي كذا، فحتى أشارك وكمان مع زملائي كمان أحمسهم عشان يشتغلون معي. بالمقابل المحترق وظيفيا لا، أنا بس بسوي شغلي يلا يلا يكفي، بسوي اللي علي وخلاص. العواطف واضحة. الشخص المضغوط طبعا، أنا أتكلم الحين عن جهة اليسار، واضح ان هو مضغوط متوتر، ممكن يعصب، ممكن تجيه نوبة غضب كذا فجأة. لكن الشخص المحترق وظيفيا هادي متلخبط، التوتر والغضب وكل هذا شيء داخلي ما يطلعه، غير واضحة. فبالتالي تحت يشعرون بالعجز باليأس، يفقدون الدافع الأمل الابتكار، خلاص يدخلوا بدوامة الروتين، بس ينسى انه اللي قاعد يصير مرة مبالغ فيه. ضغط العمل طبعا هو اكيد سلبي، طيب لانه يؤدي الى اضطرابات القلق. خلاص انا ممكن يصير عندي اضطراب قلق، انا اتوتر دائما من يقولوا لي تسليم مشروع، اتوتر دائما ما في طاقه. ليش؟ لانه انا مستنزفها دائما 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 في اوقات محدده، خلينا نقول من المشروع. ضرر جسدي واضح، ايش معناته؟ معناته انه انا لما اكون على الجهاز انا متوتر، ففي شد عضلي، الكتوف اتعور، الرقبه، الظهر كامل قد يقترق قبل الأوان من كثر القلق اللي شايله. يقلق داخل الدوام، ياخذ هذا القلق، هذه المشاعر السلبية تطلع برا، ما في حياة اجتماعية، ما في أي مساواة. إذا نعم قد يعني يؤدي إلى اضطراب قلق شديد ويأثر على طبعا حياته. وير إنه يعني بالاحتراق الوظيفي رهف تشعر إنه الحياة صارت ما تسوى نعيش فيها، خلاص أنا بس بسوي اللي علي، وظيفتي محترقة كثير وظيفيا من زمان ما أخذت إجازة، تؤدي إلى اضطراب الاكتئاب اللي هو فيه من جلد الذات كثير، فيه من اللوم كثير، فيه من إنه يعني أنا أشتغل أشتغل ما في أي حاجة بالمقابل، لأن هي في الدوامة حقة الضغط هذه. فالمحترق
الاحتراق الوظيفي هو ما هو خلينا نقول تشخيص كذا باسم، لكن هي متلازمة مرتبطة بالإجهاد. كل ما أنا كرفت بالدوام بشكل مستمر ومدة معينة طويلة، أوكي، إذا أنا معرض للاحتراق الوظيفي. طيب، ضغط عالي في الدوام، ومش احنا ما نتكلم، نقول ضغط عالي في الدوام ما نتكلم عن ضغوطات زي ما قلنا الاسبوعيه المعتادين عليها، نتكلم عن انه والله مده قصيره ومطلوب مني عمل يفوق هذه المده، فبالتالي ممكن يكون الاحتراق الوظيفي عامل خطر على الاكتئاب، على المخدرات، على التدخين. يعني الواحد توتر اكثر، يبغى يدخن اكثر، افكار انتحاريه. انا يعني خلاص هنا مخي كذا كله، يعني لو بنحط بالمخ بس بنسوي خطوط، الخطوط مشبكة مع بعض كأنها سلاك، طيب، من كثر الضياع. طيب، فبالتالي خلينا نقول أوكي هذا الشخص لجأ للمساعدة، أوكي، وبيحسن خلينا نقول من نفسه عشان يكون يعني أكثر ثقة بذاته. ياخذ وقت عشان يرجع الموظف إلى طبيعته، ممكن ياخذ الأمر 11 أسبوع على الأقل عشان يكون طبيعي، شو مشاعره تجاه العمل طبيعية. في معظم الناس تاخذ منهم من سنة إلى سنوات. طيب، 3 أعراض للاحتراق الوظيفي: تبدد الشخصية. إيش يعني تبدد الشخصية؟ يعني هو موجود كجسد والشخصية حقته ما هي واضحة، الآراء ما هي واضحة، يشعر إنه هو عنده مشاعر منفصلة عن الحاضر الآن. تبدد الشخصية هذه هي، هو دائما يغضب بشكل غير عقلاني، مزاجه قصير، يعني نسبة تحمله لأي حاجة منفعل سريع، صبر أقل. كمان الانهيار جسدي ونفسي، مش زي ما قلنا التعب المتعارف عليه إنه أنا منهارة، أنا مصدعة، مرة الضغط مرة كثير، لا، الإرهاق والانهيار اللي كل أحد يشوف هذا الشخص عارف إنه هو متعب. وأخيراً انخفاض الشعور بالفعالية، اللي هو أنا مهما سويت ما أشعر أني أنا عضو فعال في هذا القسم مثلا، يسوي يعني يشعر أنه فاشل كمان. طيب، هذه قلنا قبل شوي الأعراض الـ3، أوكي، الأقسام هذه. طيب، العلامات، إحنا كأشخاص مش مختصين هنا جالسين، كيف أعرف أوكي أنه أنا هل أنا وصلت في الاحتراق الوظيفي ولا لا؟ أول حاجة، أي مهمة تجيني أشعر بالثقل رغم أنها بسيطة، أحس أنها ثقيلة وصعبة ومعقدة مو وقتها، أشعر بالخجل ولوم الذات لنفسي إنه شلون هذه المهمة البسيطة أنا ما قدرت أسويها. عادة ما يحتفظون بها لأنفسهم، اللي هو المعاناة، يحتفظ بمعاناة لذاته، ما يتكلم، ما يقول أنا مضغوط. مستحيل الشخص المحترق وظيفيا يقول مصطلح أنا مضغوط بالعمل. إذا كانت المهمة جديدة عليه، عطوه تاسك جديد، قال أوه مو هذه مرة ثانية، مع أنها أول مرة جته هالمهمة. ما يرضى لما يخلص من المشروع أو من المهمة، ما في رضا يعني. أيضا طبعا الإجهاد، الأكل قليل أو كثير جدا، المهم أنه مو في المستوى الطبيعي. النوم أيضا ياهو قليل جدا أو كثير جدا. الاستنزاف العاطفي، يعني هو يضع طاقته ومشاعره وجسده كله في العمل ويشعر انه استنزف زي الاسفنجه، يعني خلاص كذا وعصرناها مره، خلاص الاسفنجه ما لها فائده صارت. والخوف من العمل، صار كل ما يمشي يركب السياره يروح في مشاعر متلخبطه، خوف، هو استنزاف، هو ضغط، هو يعني انا ما ابغاهم، انا ما ابغى الدوام. ويغضب هذا الشخص لما يجي له مهمه جديده ولا ايميل، واحيانا ما يرد على الايميلات بسرعه، برد عليها. هذه علامات يعني يجب انه يعني نحط عندها خطوط عشان نركز لما تظهر. حتى لو يعني لو قلنا ظهرت 3 علامات من اصل الـ9 هذه، اذا راقب نفسك اكثر. طيب، العوامل التي تؤدي. طيب، ليش الواحد يصل؟ اوكي، احنا قلنا ضغط عمل، طيب كلنا مضغوطين في العمل، كلنا عندنا مهام كبيره مهمه ووقت قصير. أول شيء، خصائص وظيفية مهنية فردية، بمعنى خصائص وظيفية العمل فعلا عبء مرة مرتفع وكبير. طيب، إيش نسوي هنا؟ نحاول نشوف إيش نقدر ننزل شوية، يعني لازم ودنا نكون متفاعلين معها، كيف نقدر نقلل خلينا نقول عبء العمل. عدم وجود شعور بالسيطرة على العمل، أنا أشعر إنه أنا فقدت السيطرة خلاص، انفرطت مني السبحة على قولتهم. طيب، الخصائص المهنية، طبيعة المسمى الوظيفي حقي يقول انه انا لازم اسوي 1 2 3 4، فلا، انا يجب انه انا اعمل فيها، مع انه انا شخصيتي في مهام ثانية انا مكلفة لي، مش
غير مناسب المسمى الوظيفي حقي، لكن لازم اسكت، لازم اسكت لانه هذا دوامي. هذا طبعا الشخص اللي يقوله، انه انا دوام، انا ما ابغى اكون انا دائما اللي عندي، خلينا نقول الاراء والاعتراض دائما. طيب، اعرف انت مع مين تتعامل لما تتكلم المسمى الوظيفي، في مهام واضحه لك، اعرف مع مين تتعامل، اعرف ايش اللي لك وايش اللي عليك. طيب، غياب المكافأة والتقدير هذا من المدراء، يعني اوكي احنا قلنا من خصائص المهنية وعبء العمل يكون كذا، لكن احيانا خلينا نقول اظهار التقدير او نعطي مكافأة عشان شخص ادى عمله وزيادة، هذا كثير مهمة، كثير مهمة. لاحظوا قلت ادى عمله وزيادة. ايش لازم نسوي؟ طيب المدراء، المدراء ممكن هنا علشان، طب انا كمدير شلون اعرف انه هذا الموظف عندي محترق؟ غير انه احنا قلنا راقبوا العلامات الخارجية على الشخص هذا، من وقت لوقت اسالوهم، اسال الموظفين الحق، سوي زي التقييم كذا، ميتينج مع كل موظف عندك مده 5 دقائق، قول لنا ايش اللي تعاني منه، هل عندك اي صعوبات تواجهها الان؟ هل عندك اي ضغوطات؟ هل عندك اي افكار حاب تحسن من جوده عملك؟ وابداها بقول ترى انا مو قاعد اقيم ولا له علاقه في التقييم السنوي، لانه التقييم السنوي هذا موضوع اخر كمان. دائما اظهر انه انا يعني ادعمك، انا فاهمك. طيب احيانا بس لو المدير بس جاب الموظف عنه قال له حكيني كيف تشوف نفسك اليوم انت كموظف، وضعك اليوم معانا، وهذه هذا السؤال هذا راح يشجع الموظف انه يعبر. بعد ما طبعا المدير يعطيه انه انا ادعمك وانا فاهمك وانا يعني انا بس ابغى افهم الصعوبات اللي تواجهها، واكيد في خصائص فرديه انه تدني احترام الذات، القدره التنافسيه، تنافس، لازم اكون يعني صوره افضل من نفسي او صوره افضل من فلان. فالتنافس هو احيانا حاجه داخليه، وانا ابغى كل احد يسال نفسه الان، هل انا انافس نفسي بنفسي؟ انا دائما احاول اطور من شخصيتي ونفسيتي واداء عملي عشان انا ابغى اكون افضل من نفسي الحالي، ولا لا انا ابغى اكون افضل من فلان والترقية هذه ما تجي إلى الأشخاص اللي عندهم القدرة الفلانية. هذه كثير مهمة. وأكيد طبعا لما يكون عندنا توقعات عالية من العمل، توقعات عالية من العمل، هو يعني المدير يتوقع من الموظف أو الموظف يتوقع من العمل تجاهه. طيب هذه ما راح أشرحها كثير، بس على السريع يعني لو قلنا على كلمة first to done، فهو يبدأ الواحد إنه هو مرة متحمس للدوام، زي ما قلنا اللي هو الثقة لما تكون 100% وهمية، يبدأ مرة متحمس وبعدين تزيد المهام، تزيد المهام 1 2 3 تزيد تزيد، يبدأ يتوتر، يبدأ ينضغط، يبدأ يشعر بالفشل، يبدأ يشعر إن هو مو قاعد ينجز أكثر، إلى ما نوصل كلمة دان. إيش صار؟ وصل إلى الاحتراق الوظيفي. طيب هنا إذا كنا نعاني من الاحتراق الوظيفي، أنت مو لحالك، هذا مو هو شيء جديد ولا هو شيء غريب علينا، كل العالم يعانون من هذه المشكلة، وإذا حنتكلم عنها عن نسبة حنتكلم عنها. فأنت لما مجرد ما تشوف هذه الصورة قدامك، يعني it's not you، مو أنت السبب، مو علشان فيك صفات ونقاط سلبية أنك أنت تعرضت للاحتراق الوظيفي بشكل أسرع. ليش أنا احترقت وظيفيا مع انه زميلي اللي جنبي نفس المهام نفس كل شيء ما وصل لهذه المرحله؟ لانه قلنا فيها خصائص فرديه اكيد. طيب بالنسبه زي ما ذكرنا في التعريف، انها اكثر من النص 52%، هذا الاستطلاع سووه السنه اللي راحت عام 2022، اكثر من 52% يعانون من الاحتراق الوظيفي، كل موظف يعاني من الاحتراق الوظيفي. هذه ايش يعني؟ هذه ايش؟ يعني معناته انه احنا نضع معايير لانفسنا، يا يعني انا اضحى بنفسي او العمل يضحى لي، لكن غير مناسبه، قاعده استنزف طاقه كثير لكن غير مناسبه. لاحظوا انه هي معاناه نفسيه. طيب مو الحل اللي هو خلاص اجي راح بقلل شغلي على الساعه واطلع الساعة. لا، ما هو هذا الحل اكيد لا. الاحتراق الوظيفي واضح هي أحد العوامل، طيب تؤدي يس
نعم تكون عند الشخص 25% ممكن عند المنظمات أو المعنيين في الموارد البشرية، اختيار الأشخاص للمهام أو توزيع المهام بشكل كلام جدا ممتاز. نعم، هي مو فقط الحمل كله على الموظف نفسه، إنما أيضا على زي ما قلنا توقعات عالية من العمل للموظف ومن الموظف من العمل. طيب، فنعم لو بنقسم هذا ونناظر في النسبة فهي مسؤولية من الطرفين، وهذا كثير مهم. لما احنا نقول نسبة والله 52%، هل معناته إنه يلا يا 52% روحوا على عيادات النفسية ضبطوا أموركم وارجعوا وما راح يجيكم احتراق وظيفي؟ لا طبعا، لانه نعم هي مسؤوليه ايضا كمان من الهيكل التنظيمي من العمل نفسه، توقعاتهم من الموظف هذا، طبيعه المهام، طبيعه المشاريع، نوعيه الاشخاص اللي انت تتعامل معهم كثير مهمه. طيب، التنمر في بيئه العمل. انا صراحه قبل ما اكتب هذه السلايد هذا انا كنت في تردد. طيب، كنت اقول التنمر في بيئه العمل ما وصلت لهذه المرحلة. التنمر الكلمة اللي نعرفها انه شخص مستضعف وفي احد اقوى منه يستغله، خلينا نقول. فقلت لا ما راح توصل، يعني موجود، يعني في عواقب، في. لكن صدمت، التنمر في بيئة العمل هذا سلوك سلبي يضع الشخص انه ممكن يصل الى مرحلة انه هو ينسحب وظيفيا علشان شخص. يعني الحين خلاص قلنا احتراق وظيفي عشان العمل نفسه، لكن في احيانا اشخاص يكون هم السبب انه والله انا بستقيل، انا بستقيل عشان مديري، بستقيل عشان القسم، بستقيل عشان اداره مفاهمتي، بستقيل عشان اتش ار مش متعاونين. طيب ايش هذا التنمر في بيئه العمل؟ هو سلوك سلبي غير مقبول يصير مره بالاسبوع من شخص لشخص اخر ويتكرر على مدى 6 شهور، عشان انا اقول انا تعرضت للتنمر في مكان العمل. يؤثر طبعا على إنتاجية وأداء كل من ضحايا والتنظيمات نفسها كمان. طيب، لأنه أيضا هذا تعطي الصورة على المنظمة نفسها والشركة أو الهيئة أو كذا، إنه نعم في عندك إشكالية، عندك أنت خلل. أنا ما أقدر أسمي التنمر، طيب، تنمر إذا تعرضت له مرة واحدة. طيب، فإذا هو حدث مستمر. ليش يتنمر الشخص؟ خلينا نقول المدير صعب. أنا شوية اليوم على المدراء يعني، بس كويس عندنا كم مدير هنا. المدير ممكن أوكي هو يكون راضي عن عمله بزيادة، فعنده توقعات من كل الموظفين إنه هو يصلون إلى مستوى الرضا اللي هو يشعر فيه، فبالتالي أنا راح أتنمر عليك، راح أعاملك بسلوك مثلا أضغط عليك، بهاوشك، يلا يلا يلا. أوكي، ممكن هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أو السبب ان الولاء التنظيمي، انا عندي ولاء لعملي، لا لازم هذول اللي تحتي مو قاعدين يشغلين كويس، لازم انا اشد عليهم، لازم انا اكلمهم شخصيا واحد واحد واشد عليه واضغط عليه. الشخص المتنمر في بيئة العمل يشعر انه مرتبط وظيفيا، انه انا مسؤوليتي وظيفتي، فبالتالي ايضا لاحظوا نفس الصور، الاشخاص اللي معاي او في قسمي او اللي يشتغلون معاي يجب ان يكونوا متساويين معاي. الارهاق العاطفي، هنا لما احنا نقول هذا جاب مشاكل للبيت للعمل، هذا المصطلح، فالارهاق العاطفي، وبالتالي يجي للدوام اذا هو في نقاط سلبيه في حياته بالخارج. اذا هو كفكره انه انا بوازن حياتي، خليني احسن من العمل، مو انا بس كموظف، كمان اللي معاي يحسنون من العمل. التغيب، اوكي، مثلا خلينا نقول هو ما مش مداوم على العمل، ما يحضر كثير، فبالتالي لما انا اجي لا ابعوض، انا موجود وانا عندي قوه وانا عندي نقاط ابغى احسنها، ابغى اشتغل عليها. طيب، اذا هي باختصار يعني هي اساءه استخدام سلطه. طيب ليش؟ علشان والله في تفاوت القوه، انت مدير وانا موظف، انت سوبرفايزر وانا سبيشالست، اوكي، فبالتالي يؤدي الى كثير من السلوكيات السلبيه. ايش هو يعني ايش صوره؟ صور انه ممكن التحرش، والتحرش انواع، ممكن السلوك عنيف، اسلوب فظ، يعني حتى لما انا مثلا
عادي بس قال لي كلمة، بس كان الأسلوب فظيع. هذه أيضا تعتبر صورة إذا ما كان حدث منفرد، هذه أهم حاجة أباكم تحطون عليها هايلايت. الصراع، يعني دائما أنا أشعر إنه في فلان دائما يصارعني، دائما أنا ما سويت له شيء بس أحس إنه يصارعني دائما، يتنمر، حتى هذا التنمر اللي هو العادي إنه على شكلي، علق، أنت أصلا بطيء، أنت أصلا يو طلعت بريك وأخذت وقت أطول من وقتك، المضايقات هذه بالتعليقات. السلوك العدائي، يعني ممكن الورقة يمسكها كذا الورقة ويلا سوي هذا، في سلوكيات لما عدائية، يعني إذا في بيئة العمل أوكي معروف العنف غير مقبول، لكن في سلوكيات هذه ما يشوفونها بين موظف وبين مديره، مثلا في المكتب في كذا السلوك زي ما قلنا، السلوك العنيف، الأسلوب الفظ، هذه تكون مش دائما قدام الكل لكن تظهر أحيانا، إنه أنا والله في الاجتماع أقول يا فلان سوي وأفعل مثلا. أوكي ايضا نرجع للاسلوب، فبالتالي الشخص المتلقي لهذا خلينا نقول الاسلوب هذا يشعر بالضعف، يشعر انه اقل، ولكن ما يقدر يدافع عن نفسه. ليش؟ لانه هذا مديري، هذا مدير مديري، وهذا السي او، ولا هذا المانجر، ما يقدر، فبالتالي يخلق بيئه عمل قمعيه. يعني انا اشعر انا دوري موظف وبس، خلاص انا وصلت لمرحله انا بسوي شغلي، وفي مصطلح يقولونه شعبنا الحشيمه للراتب، خلاص واطلع. طيب كيف يكون على ارض الواقع؟ طيب التنمر قلنا اوكي غير اسلوب، غير السلوك العنيف، غير كذا، انه والله ممكن المدير يكلف الموظف بمهام غير معقوله، غير معقوله كبيره، يا انه ما يعرفها، يا انه والله عمل وقت قصير بالتالي يحدد مواعيد تسليم غير منطقيه، يحجب معلومات مثلا، انه اوكي انا عندنا مشروع في معلومه ما راح اقولها، بعدين لما نصير في الميتنج انت ما عرفت المعلومه، هذا انت غلطك، فبالتالي هذا نوع من انواع التنمر. انت حتى كموظف لانه انت ما علموك، فبالتالي انت تشعر انت ما انت فاهم ايش قاعد يصير، وانت فعلا ما انت فاهم ايش قاعد يصير لانه ما عرفت هذه المعلومه. يتجاهل تعليقات واقتراحات العامل، يجي الموظف يقول له انا اقترح نسوي كذا ونفعل ونطور وكذا، يتجاهلها وما يسمعها ابدا. يتعرض العامل او الموظف للسخريه والتعليق دائما على اخطائه، هو الموظف قاعد يخطئ طيب، لكن دائما في الكومنت، دائما كل مره كل مره اسوي شيء غلط انا قاعد يعلق عليه، يعلق عليه، يعلق عليه بشكل مستمر، هذا يشعر الشخص انه هو تحت ضغط نفسي هائل. يعني هذه اذا ما حكينا عن العمل ففي نفسي في التعامل مع الاشخاص، يحرم العامل من حقوقه. في انتوا بالهيئه الحمد لله يعني اموركم شويه في هذا التمام، لكن في شركات، انا في القيت محاضره في شركه قالوا ايش ساعه اضاعه، او اللي قبل ايش اجازه وظيفه، ايش هذه ساعات عمل اوه بدل ساعات اضافيه، أوه ما عندنا اجازه، اوه انا والله اخر مره طلعت اجازه قبل سنتين. لما انا اساله ما يكون موظف هو مختار، لا يقول لا لانه عندنا مشروع، والمدير قال لي يعني انت اقعد في هذه لما تخلص المشروع وقت تطلع اجازتك، وهو المدير عارف المشروع هذا ما حياخذ ولا 6 شهور. طيب الافتراء على العامل، نشر الشائعات، لا انت سويت، لا انت فعلت، انت غلطان، يحرض الاخرين عليه، هذا هو النقطه الاضعف، هو هذا الحلقه الاضعف بينكم. يتعرض للعزل والاقصاء عشان يكون شكله سيء، ايش يعني؟ مثلا والله في عندنا واحد جاله ولد ونبغى نحتفل، فقطينا وجبنا غدا وات ايفر كذا، وبنجتمع بعد في استراحة الغداء، لكن ما قالوا له مرة، في مناسبة ثانية ما قالوا له، فصار منظره سيء انه هو يعني لا مع نفسه، مش مهتم في الموظفين، ما يبغى يكون جزء منهم، جزء من هذه المنظومة. طيب توصيات للمدير، هذه لو تصورون، لو المدير يصورها، اي مدير هنا يصورها ممتاز. اوكي يلا بنطول عليها. اول شيء تغيير ثقافه التنظيم، تركيز على دعم الموظفين. ثقافه التنظيم ايش يعني؟ في اللي هو الهرم هذا، تنظيم انت ابدا فوقك مثلا سوبرفايزر، يعني كل شركه او مكان عندهم المنظمه حقتهم. طيب لما انا يجيني يسوي الموظف يسوي لي سكيب لواحده من المراحل يروح للثاني، غلط، احنا عارفين كلها انه غلط. طيب بس ليش انا اشعره بانه هو لا ارجع لفلان واسمع له وقول له هو فلان يجي يكلمني؟ طبعا يعني التعامل كثير مهم. اوكي اسمع، بسمع له وادعمه واسمع شكوته مثلا وايا كان، بعدين اقول له طيب يا فلان
انت تعرف لازم المفروض انك تكلم الفلان اللي قبلك، فخلاص دامك جيتني انا بتواصل مع الفلان كذا ونحلها، مع انه احنا عارفين انه الموظف سوى غلط انه سوى سكيب، بس ايضا رحبوا وانت كلم فلان على طول، لانه عشان هو ايضا فلان عنده مهام بيشعر انه لا ليش هذاك سوى لي سكيب، ليش انت سمعت له، ليش سمحت له يقعد معك، انت كلم فلان على طول قول له ترى جاء هو كذا علشان هو يعني منحرج منك، ولا الشكوى عليك اصلا كبرك مثلا. النقطة هنا انه انتوا خلوهم يشعرون بالترحيب، بس مو دائما، يعني انتوا كمان كلام الموظفين مش دائما نسوي سكيب، لانه يعني هذه فيها عدم تقدير للمراتب وعدم احترام، بس بنفس الوقت احيانا لما يكون واحد عنده ايا كان الكلام اللي يبغى يوصله، اذا ما شاف فيه تجاوب من خلينا نقول الخطوه الاولى حيروح للخطوه الثانيه، فبالتالي متوقع من الخطوه الثانيه انه يرحب هذا الاقتراح او الشكوى. تطوير سياسات واضحه لتوفير الحمايه للموظفين من التنمر، يعني سياسه ضد التحرش، الاسلوب الفاظ، السلوك العنيف، طبعا زي ما قلنا مو انه لما تصير مره، لا مستمرة، علشان يكون في والله أدلة واضحة أروح للـ HR أرفع شكوى على هذا الشخص مثلا، أو حتى قبل الشكوى أقول للشخص يا فلان أنت أسلوبك كذا أو أنت قاعد تكلمني بهالطريقة مثلا، فبالتالي ممكن فلان يكون عنده فرصة إنه يبرر إنه أيا كان، بس ممكن إنها تكون أفضل. بعدين نتطرق إلى إنه والله نروح الشكوى، ليش؟ لأنه والله هذه مثلا الهيئة والله وضعت سياسات واضحة حتى للأسلوب مو بس بالتحرش. طيب طيب فبالتالي نحرص على تقييم الموظف بشكل عادل، ضرورة الحرص الإدارة على تدعيم العلاقات الإنسانية، حمسهم مع بعض، أقربهم من بعض، ما ركز زي ما قلنا على أخطاء الموظف دائما. أوكي أنا مهمتي كمديرة إنه إذا أخطأ الموظف أقول له، بس أسوي هذه أركز عليها أنسى الأشياء الإيجابية؟ لا طبعا بتكون من الاثنين. وخلينا نروح للسلايد الثاني، مرونة نفسية. قال لي عندي 10 دقائق فأنا بحاول أختصر. طيب مرونة نفسية، القدرة إنه أنا أتعامل مع كل التحديات، مع كل الشدائد والصعوبات في العمل، هو عامل إدراكي وقائي، يعني أنا مدرك إنه أنا لازم أكون مرن عشان أقدر أنا أتحمل هذه الصعوبات اللي هي بالحد الطبيعي حقي. طبعا تعتمد على الاعتمادات هذه، ممكن وراثة، انه انا والله شخص من يوم طفل مراهق كبير كذا اي ضغط هو مسالم وده اموره تمام، وفي ناس لا ممكن لا يتعلمونها، اتعلم كيف اكون مرن اكثر، حتى التعليقات مثلا سلبية، اوف ورانا كذا، اوف ورانا كذا، في ناس هم كذا بطبيعتهم، في ناس لا دائما ينظرونها بشكل ايجابي، اذا هذا في الوراثة والشخصية طبعا والبيئة. طيب سمات الشخص المرن مع الصورة خلينا نعديها. طيب المرونة النفسية، طبعا في المرونة النفسية على الفرد انه يكون مرن يتحمل اي صعوبات، وفي اللي هو الجماعة مجموعة، زي مثلا هنا حطيت مثال انه والله مثلا احنا مثلا من سكان خلينا نقول على مجتمع اصغر شوية، كلنا كموظفين في الهيئة، ولا سكان الرياض، ولا سكان المنطقة الوسطى، ولا كذا، انه والله عندنا احنا صفات مرونة نتحمل، مثلا مثال بسيط السعوديين يتحملون الحر، طبيعة هذه الجماعة. اوكي طبعا لاحظ توقف هذا السؤال، ايش نوع الاشياء اللي تخليك تشعر اكثر او اقل مرونة وانك قادر على انك تتأقلم من نفسك؟ ايش نوع الاشياء، خلينا نركز على الاكثر، ايش نوع الاشياء اللي تخليك اكثر مرن وانك تقدر تتأقلم مع اي صعوبة؟ هذه لازم اسمع جواب، ايش تسوي، ايش تسوي انت كفرد، ايش تسوي علشان تحاول تكون مرن، خلينا نقول تحاول تعدي هذه المطبات اللي نواجهها. تبسيط، اوكي ايش كمان، تجاهل، اوكي تقبل، اوكي يس، اصلا حتى هذا لو مسكناه بالترتيب انه اول شيء نتقبل بعدين نبسط بعدين تجاهل، ايش بعد في نقطة رابعة؟ ايش نقل؟ اوكي ممكن علامة استفهام فيها، ليش؟ لان بقول لك هنا خلينا نروح للسؤال الثاني، عوامل الحماية اللي يمتلكها المجتمع، المجتمع كيف كلنا مرنين مع بعض؟ ترابط، يس ترابط، دعم، نشر توعية.
لذا ليش ينصح نتحل المرونة، نحد من الأضرار، نقلل الغياب عن العمل بسبب الإجهاد، يكون الشخص يقدر إنه يتعامل مع هذه الضغوطات، يزيد مشاركة مجتمعية، متحمس. أيوة متحمس، أنا مر نفسيا والدوام قالوا لي في مبادرة إثراء في مدرسة، إيه أنا متحمس فبشترك معاهم. أوكي، علاقاتي الشخصية أعززها، أكون عندي سهولة في هذا الأمر، أحد من سلوك المخاطرة، يعني مرتاح نفسيا، قادر على التكيف، ويشعر إنه يعني الحياة حلوة. طيب كيف نزيد من المرونة النفسية؟ كيف نزيدها؟ أنا عندي، أنا أشعر إني مرنة شوي، كيف أزيدها؟ بس سؤال شخص واحد يجاوب. هنا ديسبلين. أوكي ممكن فيها ضغط شوي ترى. أوكي إيش بعد؟ احترام. اوكي طيب، المرونة النفسية انه انا كشخص عندي صفة انه لو صار في حاجة صعبة او ضغط عمل، ضغط في الحياة، انا اقدر اعديها بدون ما تأثر علي. اوكي فاذا الاحترام يعني انه انا اشعر انها غير اجابة غير مناسبة. مرونة نفسية انا وش الاشياء اللي اسويها في نفسي عشان اكون اكثر مرن، أتأقلم بسهولة، تدريب، يس، تجاوز. أوكي يلا، أول شيء نكون إيجابيين، نكون نضحك ونكت وليش أنا أكون لا أنا شخصيتي مثلا، أنت معروف عند بين أصحابك أنت مرة فني، بس بالدوام لا أنا عندي شخصية موظف، خليك نفس ما أنت. أوكي تواصل مع الآخرين، إنك تكون اجتماعي، تفهم ذاتك الإيجابية، تكون قادر على إنه والله أنظم مشاعري، أنا زعلان، أوكي زعلان بنسبة 80%، لكن هذا الأمر بسيط شوي، خلاص خلينا نقلل شوي. مرونة معرفية إنه أنا أقدر أحول العجز إلى والله تعلم مساعدة، أكون في اللحظة هنا والآن، هذه ممارسات اللي هو الاسترخائية شوية. أنا يعني عدم المرونة إنه أنا مثلا أحلل وأنط الاستنتاجات السلبية، خليك هنا والآن، العطاء، التطوع، أتعلم هوايات، لأنه أنا لما أسوي أشياء لنفسي لذاتي خارج هذا يعطيني قدرة إنه أوكي أنا واثق أكثر، الحياة حلوة، أنا أقدر أبدع، أقدر أبدع في عملي بكل تقبل وحب. طيب ممارسات الحين إيش نسوي؟ طيب عشان نصل إلى إيش نسوي بالضبط، يعني نحط حدود، الديسبلين لازم يكون فيها باوندريز. طيب سوي شيء يخليك سعيد اكثر، مبسوط اكثر، متحمس اكثر خلالها. اذا حسيت ان انت والله استنزفت طاقتك، خذ بريك شويه، خذ لك بريك، اشرب قهوتك اللي تحبها وكمل، اشحن طاقه وكمل في جانب ابداعي، استمتع بهوايتك خارج العمل، بادل بالويكند عشان حاجة انه والله بالتفاعل الاجتماعي مع زملائك، نقيم وتفهم نفسك اكثر. دائما خذوا وقفة توقف، يعني مثلا اليوم الثلاثاء كيف اشعر؟ راضي، مو راضي، طب وش الشيء اللي بسويه يخليني راضي اكثر؟ طيب انا اشعر اني انا معصب، ليش؟ وش اسوي عشان ما اكون معصب؟ تقييم الذات يوميا لما تكون عادة عندك مرة حلوة. خذ استراحة زي ما قلنا من التكنولوجيا، إدارة التوتر، في توتر طبيعي يكون ردة فعل طبيعية، لأن والله هذا نعم التاسك مهم مع المعالي، والله في توتر مقبول ومهم. أوكي إذا أنا أبغى أتعلم كيف أديره، كافئ نفسه. أيوه بإيش؟ بالضبط بأي شيء يحبه، يعني كأني إيش أنا أسوي يعني زوم شوي على إيش أنا أحب، ايش الاشياء اللي انا استمتع فيها، لانه في النهايه انت عندك اكثر من جانب في العجله حقتك، انت مش بس موظف ولا بس اب او زوج او ام او زوجه، في عندك ادوار ثانيه، عندك دور الصديق، دور الابن او الابنه، ودور الشخصي، دور العاطفي، فاشوف ايش الجوانب اللي انا لا يعني فيها نسبه منخفضه كيف اعليها. اذا سويت شيء احبه، اوكي اذا هذا الشيء اللي تحبه راح ياثر إيجابيا عليك ويعلمك كيف تكون مرن نفسيا من الحياة، كذا كذا شوي حتى ما تبتل لسه. طيب
حاول تكون لطيف مع نفسك، هذه مرة مهمة لأنها لها علاقة بأول سلايد لنا، لما احنا قلنا أكثر شخص له قوة عليك وتأثيرك هو أنت، فلما أنت تلوم ذاتك فاللوم يعني نسبة 100% بتكون كثير قوية عليك، والعكس صحيح، لما أنت تكون لطيف وتشجع نفسك وتكون يعني مدرك إيش نقاطك، إذا نعم حتشعر إنه I feel good. طيب خذ إجازة منتظمة، لاحظوا أنا ترى في هذه السلايد كلها حاطة خطين تحت بس نقطتين، عادات النوم وإجازة منتظمة، لأنه مع العمل هذا أكثر اثنين ننساهم. النوم زي ما قلنا أنا بس بنام عشان بس أشحن طاقة، أنام يلا 4 ساعات عشان أكمل وأكمل حياتي، ولا أنام كثير أو ما أنام أبدا أو على حبوب نوم، وإجازة مش منتظمة. يعني أنا مثلا والله عندي سنة كاملة ما أخذت إجازة إلا أسبوعين كذا في النص كذا وبس، بس مش منتظمة. يعني طبعا اليوم موظفين مو معناته كل شهر تاخذوا لي كم يوم، لا، بس منتظمة بمعنى إنه والله أنت متعود كل صيف تاخذ إجازة تسافر، متعود بعطلة الربيع أيا كان، لازم تكون منتظمة، لا تنتظر إلى ما تنضغط بعدين تقول يلا الحل إجازة لازم أطلع وتنسى هذا كله، لا. طيب أخذنا إجازة ورجعنا للدوام، حسيت إني ستريس، ركبت السيارة رايح الدوام، يا الله أنا أمس كنت في المدينة الفلانية والآن رايح على الدوام. إذا أول حاجة وهذه رتبتها أنا بالترتيب، أول شيء لازم تكون مثلا أنت والله إذا عندك رحلة ومداوم الأحد حاول ما توصل السعودية السبت لأن تحتاج راحة، والله تعال الجمعة ارجع الجمعة عشان ترتاح تستعد تتأقلم انك تكون قادر على بدء من جديد، بعدين اول ما توصل الدوام حط اهداف واقعية الايام الاولى من العمل، مو على طول ندخل في الشديد. يعني اتواصل مع الزملاء اللي معي في القسم، مش صار مش ما صار، في ميتنج سويته، في اشياء مهمة كذا اسأل يعني، وفي النهاية لو عندك اي سؤال هو تواصل مع مديرك، اذا عندك اي سؤال خذ وقت مراجعة الاشياء. طيب كم باقي؟ مداخلاتكم واجد ولا كمل؟ طيب خليني، طيب انا ما راح اكملها كامله بس لو في حاجه كثير مهمه. اوكي المداخلات يلا، طبعا هذه ملخص ايش الاشياء اللي ودنا ناخذها من اليوم، أنا كتبتها لكم موجهة للموظفين، موجهة لك أنت كشخص، وموجهة للمدراء. هذه مش جميع النقاط، إنما بعض النقاط اللي أنا أشعر أنها يعني لو قريتوا الجملة راح تتذكرون أي شريحة تكلمنا عن هذا الموضوع. أوكي الله يعافيك، شكرا. هنا هصورتوها هذه. أوكي طيب، الله يعطيك العافية، شكرا دكتورة على يعني الدقائق الممتعة، وأعرف أن الموضوع كبير وممكن ما يعني يكفي لها الإحاطة بهذا المواضيع كاملة، ولكن ما قصرتي ما شاء الله تبارك الله، أعطيتني رسائل مباشرة. اللي عنده مداخلة أول شيء في المسرح هنا يتفضل، ناخذ مداخلة من هنا وبعدين نشوف اللي جانا على الأونلاين أو الشات. في أحد عنده مداخلة، إضافة، سؤال، استفسار؟ تفضل، المايك هنا لو سمحتوا. شغال؟ طيب. السؤال بسيط، اللي هو طلعناه شوي 52%، هذا من سنة 2022، هل في إحصاءات في السنوات السابقة؟ كم كانت؟ بالسنوات السابقة؟ بالسنوات السابقة في بعام 2017 هي الدراسة اللي مسوية في السعودية كانت النسبة أقل، كانت 41%. فمعناته في عدد من السنوات ارتفعت إلى 52 مع وتيرة الحياة، يعني أعتقد بدأت to make sense. جميل، فيه سؤال آخر؟ طيب ناخذ سؤال من زملائنا اللي كانوا يتابعونا على الأونلاين. ما هي نصيحتك عندما يصطدم الطموح بواقع الموظف المهني؟ سؤال جدا جميل. اوكي اول حاجه الطموح، اوكي لما نضع طموح فهي
أهداف، كأنها أهداف. طيب أنا هدفي إني أصل إلى المكانة الفلانية. أحيانا نضع أهداف خيالية تفوق قدراتنا وتوقعاتنا وتقبل اللي حولنا، فبالتالي طيب لما نضع هدف بدون خطوات، بدون دراسة هل هي ممكنة أو لا، بدون ما يكون في شروط، كل هدف لازم يكون فيه 5 شروط، لما يكون محدد واقعي قابل للتحقيق قابل للقياس وله مدة معينة. لكن لما بدون هذه ال5 شروط، فهذه ما تصير طموح ولا تصير أهداف، تصير مجرد أحلام. جميل، إجابة كافية ووافية. مداخلة، استفسار؟ طيب، أعمل في نظام الشفتات، ما هي نصيحتك لمعالجة الضغط النفسي بسبب قلة النوم ونمط العمل الصعب المختلف؟ إذا قلة النوم هو متأثر بنظام الشفتات، إذا هنا طبعا أكيد في تفاصيل لو عرفت عن الشفتات وكم ساعة وكذا راح يفيدني أكثر بالجواب، لكن النوم كثير مهم. طيب في بعضهم إنه أوكي في شفتات وفي عمل كثير، لكن في بعض الأمور أيضا معطيها حقها، مثلا اجتماعية، أنا بدل ما أروح آخذ قسط من الراحة، لا أنا بطلع مع أصحابي أو مع صحباتي قبل، والنوم لحنين عليه والدوام عندي الساعة 6. إذا هنا نرجع للدائرة حقتنا الاجتماعية، العملية، النوم. ممكن الاجتماعية مو شرط كل يوم، أو مو شرط لما تكون مضغوط تكون، مع أنها هي مهمة، تكون مثلا ممكن في الويكند مثلا. فبالتالي هل في نصيحة واضحة لهذا الشخص اللي يعاني؟ أنا أقول النوم كثير مهم، يجب أنه يضع النوم، إذا بنخير النوم أولا ثم الحياة الاجتماعية، والشفتات هي أصلا موجودة في القائمة. النوم قبل الحياة الاجتماعية. نعم عجيب. طيب شوي صادمة يعني. صحيح. طيب في سؤال هنا، بعد أطلب منك شغلة، بس خلينا نبدأ بالسؤال. هل تؤيدين أن يكون هناك في المؤسسة وضمن الموارد البشرية مختص بالصحة النفسية ومختص بالصحة الاجتماعية؟ أتمكن أنا كموظف من الجلوس مع أحدهما حسب حاجتي لحل مشكلة نفسية، أو يدلني على الطريق للحصول على الحل سواء كان حضوري أو بشكل طوعي أو إلى آخره. تؤيدين أن يكون في الموارد البشرية مختص؟ أؤيد 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 100%. أوكي، وهي كانت آخر جملة في آخر سلايد، وجود مختص نفسي في مكان العمل كثير مهم، لأنه زي ما قلنا يكون في مراقبة دورية لكل نفسية موظف، لو يواجه صعوبات أحيانا يحتاج دعم، أحيانا يحتاج توجيه. إذا نعم، وجود هذا التخصص في أي نوع من أنواع المنظومات كثير مهم. طيب ويكون الباب مفتوح دائما، لانه يساعد ايضا على المشاكل، خلينا نقول اللي هي حتى مش على المستوى الفردي، على مستوى المنظمه نفسها. انا عندي والله كقسم عندي الموظفين عندي ياخذون اجازات كثيره، طيب خلينا نشوف ايش المشكله ونكتشف والله انه في عندهم ضغط و المختص النفسي يساعد في هذا الشيء. يعني شخص أتابع معه باستمرار، يعني أشبه طبيب الأسرة. خلينا نقول شخص بابه مفتوح، متى ما انت احتجت تجي، لكن انا كمان من بعيد راح اراقب من فتره لفتره واتطمن وجود خفيف، لانه انا اكون زي اللي منكم وفيكم، انا تبعكم اكيد. طبعا هذا الوجود الشخص هذا في هذه المنظومه، اذا كان في العمل معروف السريه التامه، ما يتكلم عن والله، يقول المدير يتواصل مع المدير والله موظفك جاء وكذا وكذا، لا، الا اذا قلنا زي في مشكله على منظومه كامله، فمهم ونعم مؤيد. بأجل اللي كنت أبغاه منك شوي، في سؤال، كيف يقوم الرئيس المباشر بالتعامل مع موظف لديه محترق وظيفيا وهو لا يمتلك صلاحيات مالية للمكافآت أو للترقيات؟ أولا حتى لو امتلكها فهذول مش الحل للمحترق وظيفيا، يعني أنا كافئ وهو محترق وظيفيا كمل، فأنا أستمر في الاحتراف الوظيفي، فبالتالي هذول الاثنين مش الحل أبدا. الحل إنه أنا أقدم له إجازة وأقول له أنا موجود ودائما موجود وأدعمك، حتى لو ما كان عنده رصيد، يعني لو ياخذ بس أسبوعين كفاية. أوكي كفاية، وهي تعتبر كثيرة للمنظومة، لكن هذه هي أعتقد صلاحية موجودة عند كل مدير. طيب، في أحد عنده مداخلة؟ بالضبط بالضبط، إذا النظام على العقد في 30 يوم أو على حسب أنتم شيء، و20 يوم،
بالضبط. بس هذه ممكن، يعني هل تعتقد لو انت مرن اكثر واعطيت هذه المده حتى لو مو اسبوعين؟ شوف، اذا انت حتحكي عن النظام، النظام ما يقول انك تعطيه اجازه بالضبط، بس انت كمدير ايضا كمان لازم تفهم الموظفين عندك. انت تواصل مع الاتش ار، قول له انا عندي موظفين محترقين. بالضبط بالضبط، نعم. فتخيلوا معي لو انه في فعلا مختص نفسي معاكم في المنظومة، اوكي، يكون عنده هو هاي الصلاحية. We have to be open لهذه الاقتراحات. ممكن اسبوعين كانت مجرد انه تشعر انها كثيرة مرة، لكن احنا قاعدين نقول، حتى قلنا انه هو يحتاج الشخص 6 اسابيع عشان بس يرجع، 11 اسبوع حتى يرجع الى لا. انا لو ما اعطيته اجازه ولا اعطيته ولا اي هذه الامور واستمر معايا، انا ما راح استفيد منه في النهايه ابدا. فبالتالي اذا اكيد ما في حاجه مباشره وسهله وسريعه، حل واضح. نعم، في عندنا الهايراركي زي ما قلنا المثلث، انه والله عندنا اتش ار، عندنا كذا، والمحاسب ما نبغى على المدير نفسه، بس انا عندي كمان مخرجات ك قسم ولا كذا لازم اطلعها عندي. اذا المحترقين الوظيفيين انا ما اقدر. فبالتالي ممكن لو وضعنا شخص درس هذه المشكله هذه وشاف انه في ممكن، نعم، في بعض الصلاحيات معينه او بعض الحلول، مو شرط حتى الاجازه، ممكن يكون مرونه مثلا في الدوام، تقليل مهام، ممكن هذه الامور كلها اذا وجود احد فاهم في المجال يعني ممكن تساعد. جميل، تفضل استاذ احمد. سؤالي هو، هل التواصل، انا بصفتي مدير، لو تواصلت مع الموظف خارج الدوام او في الويكند او في اجازته احيانا، هل يحرقه وظيفيا؟ وايش اسوي طيب اذا انا محتاج اني انجز عمل وما عندي الا هذا الموظف؟ فهل اضحي بالموظف لانجاز العمل ولا اضحي بالعمل لراحة الموظف؟ سؤال مرة مرة مهم. في بعض نقول طبيعة العمل إن تتطلب الشغل مسائي والتأخر وهالأمور كلها، فنعم أنا كمدير راح أتواصل مع الموظف هذا، لكن لا أتوقع منه الرد أو الاستجابة. والموظف هذا عارف إنه نعم عدم استجابته أو إنه راح يعيق العمل نفسه، بس لا أتوقع منه الرد. وبالتالي لو أنا مدير من الأول مرن متساهل، أعطيت الموظف، إذا الموظف المقابل راح يعطيني من وقته شوي، حتى لو كانت المهمة هذا البروجكت كذا كان بيجي راح يعطيني. بس إذا أنا والله لا، يعني أساسا ما في أي مرونة، فبالتالي لا أتوقع من الموظف إنه يرد علي. فإجابة تلخيصية إنه هل أنت كمدير تتواصل معي؟ تواصل معه، بس أنا قلت لا تتوقع الرد. إيش الفائدة؟ أنت تقول لا يرد، يعني الموظف لا يرد، صح؟ لا لا، ما قلت لا ترد. هو لا، هو لا يرد. لا، هو عنده الخيار انه ما يرد، عنده خيار، بس انت لا تتو يعني لا حيخلق تلوم مشكلة اذا ما نفسية إذا ما رد علي. يعني يمكن عمل. في مشكلة جديدة الحين تحصل. ليش؟ يعني مثلا أرسلت واتساب مثلا عمل وشفت إنه قراها مثلا، أعطيته ساعتين ثلاثة وما رد نهائي، ما رد بكرة، يعني غصب، إحنا بشر، بعتبره تجاهلني يعني. على الأقل يقول لي مثلا، يألف قصة، يقول أنا مشغول، أنا في الطوارئ، المهم بس ما يتجاهلني. لا طبعا، اكيد هذه في لها التقدير واحترام بالنهايه، يعني هو التفاعل الانساني اكيد مهم. يعني حتى عادي تقدر اكشلي الموظف لازم يقول معليش انا ما اقدر، أجل في لازم النهاية يقول. ما أحتاج أتواصل معه، يعني أنا احترت بس انت صراحة من كده الإجابة. استغنيت عن الحاجه للعمل نفسه. هو ما راح يرد، عنده خيار إنه ما راح يرد، والمفروض إني أتقبل هذا الشيء. طيب أنا محتاج إني أدي عمل، لأني أنا فوقي أيضا رئيس قاعد ينتظر مني، بالضبط بالضبط. فأعطينا إجابة وسط، إنه هو لازم يرد وأنا ما أكثر عليه، بس إنه له الخيار إنه ما يرد. أنت أعطيتيه جرين لايت انه فعلا لا ترد، وانا عندي زملاء هنا معنا في الاداره، ف شلون؟ لا طبعا ما اتقبل يعني غصب، يعني شيء اجباري نفسي استاذ يعني. احمد، اجباري يعني. انا باعتبار اني انا فوقي رئيس، انا اتجاوب ليلا نهارا، وطبيعه عملي كذا،
بارتباطها بوسائل التواصل الاجتماعي اللي ما لها وقت. وهذا الشخص الوحيد اللي يقدر يسوي هذه المهمة صح؟ لا كل واحد اختصاصه، لكن مثلا انا عندي المهمة على المثال، نمشي على المثال. نعم. فاذا ما رد وخلص لي واحرجني مع مديري، هنا دخلنا في مشكلة. اما ان يرد يخلص وينجز، او يتجاهل وهذا حقه، لكن انا تورطت مع مديري، فهي سلسلة هي. وارد. حتى مديري فوق مدير الى ان ممكن توصل رئيس المنظمة. نعم، هل المدير راح يلومك اذا ما انجزت هذه المهمة الساعة 10 بالليل؟ هو يبغاها بس هل بيلومك؟ تعتمد على شخصية المدير صح؟ في مدير يعني يتفاهم، في مدير لا، يعني لازم ينجز، وإذا يعني احنا بشر نبغى نكون صورتنا جيدة أمام مدرائنا. يس، وأعتقد طبيعة عملك كمان يعني في 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 أشياء خارج أوقات العمل كثيرة يعني، يعني أعتقد التواصل معي كان كله بالمساء أصلاً. ف يس، فلما نيجي نقول نيجي هو الأمر شخصي كمان، أنت كموظف لما مديرك يكلمك بعد ساعات العمل ما ترد عليه، أنت شكلك ما هو حلو، بس أنت مش ممكن تغضب علي يا أستاذ أحمد، بس هو ما هو ملزوم يسوي هذه الشغلة الفلانية، لكن أنت ملزوم تقول أعتذر منك يا أبو فلان، أنا ما أقدر أسويها، أنا مرتبط كذا كذا، لازم. اعتقد لكن الاغلب ترى يسوون الشغل اللي خارج الاوقات الدوام، لانها هي مش يوميا مساء، يعني هي نقول ظروف اشياء ضروريه. اعتقد كموظف انا لو انا موظف وتواصل مع المدير يس اي ويل دو ات، لانه هذا يبين له انه انا مرنه نفسيا، مرنه في العمل، انسانه سهله، فهذه مهمه الصوره انه المدير ياخذها عني. أو ممكن يصعد على فكرة موظف، يعني ممكن يرفع عليه قضية، ممنوع بالقانون أنه أتواصل مع موظف خارج. هو ما في يرفع قضية، هو بس يقول كابتشر على الموارد البشرية، هذه كفيلة بالرد. فبس إيش، خلينا نقول أنه إحنا ما نبغى هذه الأمور تصل إلى المرحلة، نبغى مرونة في التعامل من المدير للموظف والعكس أيضا. فبالتالي إذا أنا مرن مع موظفي من البداية، نسبة كبيرة أنه أنا لما أحتاج موظفي خارج أوقات دوام راح يتجاوب معي، وبالتالي انت كمدير انت ايش معهم. طيب في مداخله اخرى، في سؤال، في شيء؟ في عندي سؤال، لو كان معي زميل او زميله عندها او تعاني من اكتئاب او يعاني من اكتئاب، كيف ممكن اني ادعمه انا كموظف او كمدير؟ كيف ممكن اتعامل معاه اذا طالت فتره مرضه مثلا؟ ايش توصين فيه؟ طبعا اول شيء لازم يعني تشوف الحالة اللي تمر فيها هي إيش من الصور اللي تكلمنا عنها، وهل إذا والله بمشي على سؤالك إنه هو اكتئاب فعلا، في عندنا نقطة حساسة إنه هل أنا متقبل مني إني أكلمها موضوع حساس كذا. يعني إحنا في البداية قاعدين نقول تكلموا مع موظفينكم، هل أنا أقدر أسألها عن هذا الموضوع؟ لا، لكن أنت لو أظهرت الدعم من غير السؤال فالموظف المقابل راح يقول لك كيف. طيب كيف تظهر الدعم؟ نعم. شفت لما قلنا نجيب موظف كل فترة وأسأله عن الصعوبات وكذا، الموظف ممكن يجابك لا ما في صعوبات، لا الشغل ماشي، خصوصا إنه المصابين بالاكتئاب في إنكار كثير للأشياء اللي تصير حولهم، ما في استيعاب كثير، فبيقول لك لا ما في، الأمور كلها تمام. فأنت تسأل طب كيف تمام؟ طب كيف تشعر؟ هل تشعر إن أنت راضي اليوم عن عملك؟ بعدين في سؤال مرة حلو تسألوه وهو يفتح لك، إنه هل أنت متصالح مع أحمد الموظف؟ كذا أنت تسألوه السؤال بصيغة ثالثة، هل أنت متصالح 100% مع أحمد الموظف اليوم؟ في جاوبك، هل أنت متصالح مع أحمد 100% الشخص؟ يقولك لا، هنا تسأل هذا مدخلك. وبعدها أيا كان كيف يقول لك أنت حتظهر الدعم، أنا موجود لو حبيت كذا أدعمك، أنت بس قول لي إيش الصعوبات وأنا وإنت حنوصل لحل. يعني ما تعطي على طول إيش الحل. جميل. لأنه مو كل أحد راح يتقبل إنك تظهر دعم في موضوع حساس زي كذا. في 3 دقائق ممكن تكلمين عن اليوغا وتمارين الاسترخاء؟ ثلاث دقائق إذا ممكن. طيب اليوغا حاجة وتمارين الاسترخاء حاجة ثانية. اليوغا هي نقول نوع من أنواع الرياضة
تساعد على انه الاسترخاء بشكل تام، اوكي، ويكون مركز على يتخيل نفسه في مثلا مكان يعطيه هذا الاسترخاء. اسهل مثال انه مثلا تخيل نفسك عند البحر، عند الشاطئ، عند كذا، يساعدك ممكن على الاسترخاء. هذا اليوغا. وليش انا قلت ايش يتخيل؟ لانه في بالمقابل حاجه انا شخصيا افضلها، اللي هو اسمها اليقظه الذهنيه، بالانجلش اسمها mindful، يعني هنا والان. انا ما ابغاك تروح البحر وتتخيل، ابغاك تركز بالشغله اللي انت فيها الان. لما احنا نقول مثلا الشخص يعاني من التفكير، تفكير كثير سلبي، اوكي، وهذا يؤثر اكيد. فلما نقول اوكي المشي بيساعدك انك تتخلص من هذه المشكله، هو لو راح يمشي فما عنده شخص قاعد يتكلم معاه، فالتفكير راح يكون أسوأ، كمان أسوأ من يوم اللي كنت كبير. فبالتالي مهارة أو تقنية هنا والآن، إنه أركز على اللي حولي، أنا وأنا ماشي أتأمل في الأشخاص، أتأمل في المباني، في الشجر. أنا هديت نفسي ودخلت في مرحلة إنه أنا جسديا هنا والآن، هنا جسديا، فكريا، نفسيا، كله هنا. هذه الممارسة سووها على كل شيء، حتى في القيادة. احنا بنسوق، نتخيل ونروح أماكن مختلفة، وفجأة احنا وصلنا المكان اللي نبيه. إذا كنت هنا والآن مرة مهمة. فبالتالي اختصارا كذا، ودي إنه كلنا نسوي مهارة الاسترخاء يوميا، من تصحى، أول ما تصحى قبل ما تنام، ونص اليوم. في نوعين، إذا خلينا النوع الأسهل أعطيكم إياه، اسمه الاسترخاء التنفسي. هو شهيق تكتمه 4 ثواني وزفير. وانت تسويها حاول تتذكر كلمة هنا والآن. تخيل وانت تاخذ هاي، كأنه في حاجة داخلة وقاعد تاخذ هذا السلبية، الأفكار كذا، وبعدين لما يكون بالزفير قاعد تطلع. هذه لو سويتها كيوميا، أول حاجة في تأثير مباشر على طول، انت بتحس انك مسترخي. لكن أنا أبغاها ايش التأثير على المدى البعيد؟ إن انت تكون قادر انك تسترخي في وقت الحاجة، وبالتالي انت تكون أهدى. مهارة الاسترخاء كثير مهمة لو أصبحت عادة من روتينك. وخليها أول ما تصحى قبل ما تنام، وفي نص اليوم لو حسيت بالتوتر، ومتى ما احتجتها 5 دقائق ما حد أخذ منك وقت. الله يعطيك العافية. ختام هذا اللقاء نشكرك على هذه الدقائق الممتعة والمفيدة، أيضا أشكركم جميعا الحضور هنا في المسرح واللي تابعونا البث والأونلاين واللي أرسلوا أسئلتهم، حاولنا نجيب على أغلبها. شكرا جزيلا لكم جميعا. الآن شهادة شكر وهدية تذكارية للدكتورة لما الناصر ضيفة هذا اللقاء، يقدمها الأستاذ أحمد أبو الخيل، مدير إدارة الإعلام وقائد مبادرة إثراء ضمن مشروع تمكين. شكرا جزيلا. كانت هذه دقائق سريعة جدا في هذا الموضوع. نلقاكم إن شاء الله في لقاءات أخرى مفيدة بإذن الله وممتعة ومثرية. شكرا لكم لحضوركم وحماسكم وتفاعلكم، ونلتقي إن شاء الله مجددا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا، يكون العافية، شكرا لوقتكم، إن شاء الله كان لقاء خفيف لطيف عليكم بإذن الله.